إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيضا تكون الكفرات على استقامة، الدركسون يكون على استقامة، بدل راح نثبت الدركسون على علامة معينة. أيضا المقعدة هذه رجعها للخلف حالة من حال المرتبة المقابلة. لا راح نفصل أصابع البطارية كده. الآن خلصنا من كل شيء يخص الكهرباء وتجهيزها قبل الفك. فكيت القاعدة حقت البطارية، هذا مثبت وهذه القاعدة حقت البطارية. للأمانة بعض الاجتهادات ما لها داعي. هنا حاط لي سكروب مربع أو مفتاح مربع، الآن جيت أفتح يفتح. المفروض إنه هنا مسمار 10، نفس النظام اللي هنا. فللأمانة يعني ما أدري كيف حاول أفتح ما يفتح معي، لكنه طب أحاول فيه لأنه المربع مو بالشكل، يعني أحط المسمار عادي انتهى الموضوع. العموم فكينا الآن القاعدة وراح نفك الأصابع الآن، وبعدين راح أشوف الحل للمربع هذا. طبعا يبدو لي الأصابع من أول كان خربانة وحطوا له هنا صامولة ثانية، بس كان الأفضل يحطوا هنا مربع صامولة عادية 10 هنا 10 وانتهى الموضوع، لكن بهذا الشكل ما يصلح. العموم حلينا الموضوع، فكينا الأصابع الآن وإن شاء الله راح نغير المسامير أفضل من كذا. طبعا الآن المرحلة الثانية عندنا هنا بعد الفصل البطارية، راح نفك كل الدركسون. عشان نفك الدركسون راح نفك الهواية اللي هنا. عندنا في مسمار هنا مربع، وعندنا هنا مسمار مربع، وهنا في كليبس. بعد ما نفك حق الفيوزات اللي هنا نطق له كليبس. طبعا عفوا مو هو مربع، مسمار اللينكي عن طريق هذا المفتاح أو غيره. طبعا ثلاثة، هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد. أنا عندي هنا محلول، لاحظوا مفتح هنا برضه كبس، وكمان هنا واحد. لاحظوا الآن عندي الآن فك، راح نفك الآن الكليبسات هذه اللي هنا حق فتح الغطاء المحرك أو الكبوت. طبعا هنا في لسان تضغط عليه من هنا وتسحب لورا. أربع مسامير مع الديكور هذا، وتحطه في مكان مخصص عشان ما يضيع المسامير ومرتب. نجي نفتح الأربع مسامير حق العارض هذا. هذه الأربع مسامير راح أفتح الآن، وهذه المسامير الأربعة حق القاعدة حق الدركسون أو العارض. راح نفتح السلك عصل غير عن طريق الكبس، وعندي هنا في تيلة راح نسحبها سحب عن طريق له السكروب. لاحظوا الآن طلعت معنا الكليبس لينا أو القفلة حقة العصا. لاحظوا طلعناها، هذه الآن القفلة حقة السلك. راح نضغط من الجنب هنا، نضغط من هنا ونطلعها برا. أيضا هذا فقط مجرد السكروب راح يطلع معنا. لاحظوا طلع معنا بكل بساطة. فكينا السلك، لاحظوا عندي هنا كريبسين، تضغط بهذا الشكل بس عن طريق سكروب، طلع معنا الآن سلك عصل غير. وراح نحرره من هنا، راح نحرره من القاعدة هذه. بس كانت تحرر عندي العصا بالكامل من الطبلون، تحرر الآن العصا سلك العصر عندي من الطبلون. لا راح نبدأ لو الضفاير هذه، الضفاير حق الدركسون هذه راح نحررها من الطبلون ونخليها متحررة برا عشان نفك الدركسون بالكامل. في عندي هنا حق الإرباق، هذا السلك الآن هذا حق الإرباق. لازم نفصله بالقاعدة لأنه جاي مع الدركسون اللي هنا. شوفوا طلعنا سلك الإرباق، هذا هو عندنا الآن، وهذا الفيش اللي جاي من الكنترول المديول. عندي هنا
هذا الفيش مرقف هنا. طيب هذه كلها الان تفصل، لا اقول فكنا الان فيش الكنترول المديول، وهذا حق الارباك. باقي عندنا هنا فيش حق الدركسون، باقي عندي الفيش هذا لازم نفصله من هنا، انطق هذا حرر القطعة هذه وافصل الفيش من هنا. هذا عندي هنا الان اغلب الافياش صار عندي متحررة، باقي عندي الان هنا الفيش حق الحساس زاوية الدركسون، راح افصل الان. خلصنا الان من الضفيرة كاملة، هذا حساس زاوية الدركسون وهذا الضفيرة كاملة. الان بس راح نفتح المسمار اللي هنا مقاس 15 او 17 ويتحرر معنا الدركسون ونسحبه برا ويكون ثابت في مكان ما حد يتحرك معه او يحرك فيه. فكنا المسمار، الان راح نطلع الدركسون شوي شوي. عفوا قبل نطلع الدركسون عندنا هنا 4 مسامير، هنا واحد وهناك واحد وهنا واحد وعندي هنا واحد في المؤخرة، هذا قاعد تثبيت دركسون. فكينا دركسون، هذه المسامير الأربعة، هذا حق عمود الدركسون الداخلي، وهذه المسامير الأربعة التثبيت، وهذا عندي الآن الدركسون راح نحطه في مكان آمن وثابت. هذه هنا المسامير والضفيرة وهذا الدركسون مريح عندي هنا، نفسه ما شاء الله قافل، فراح هنا نخليه خلاص مكانه لين يكون آخر منظومة راح أركبها بعدين. كذا الآن خلصنا الدركسون، كذا الآن هذا عندي مجموعة الدركسون، راح أركب الدركسون وبيرو حقه. أيضا ثم شد المسمار حق العمود الدركسون، طبعا الجهة هذه 13، الصامولة 15. كبر الدركسون ركبنا سلك العصا هنا في السنترال هنا، وعندي برضه هنا القفلة، هذه عندي هنا قفلة العصا في الدركسون، وهذا مكانها في السيست اللي هنا. هذا حساس زيت الدركسون مركب، عندي هنا هذا الان سلك الارباك، عندي هذا برضه السلك الاخضر اللي كان في الكنترول المديول حق الدركسون راكب. ايضا عندي هنا الان الفيشة هذا راكب في مكانه، ركب الفيش بالكامل. كذا انتهينا الان من تركيب الدركسون بالكامل. اذا ركبنا العرض هذا مسمار هنا او مسمارين هنا مسمارين هنا، راح نركب الديكور الاسفل. ركبنا الواير الكبوت، تم تركيب المسمار، المسمار اللي هنا، مسمارين سفلية، هذا واحد وهذا واحد وهذا عند الكبوت. كذا قفلنا الآن وانتهينا من كل شيء. الآن بتركيب البطارية، تركيب التوصيلات الكهربائية، تصابع، حذفنا الأكواد حقت الفك التركيب، لا نشغل وذكر الله طيب، الله يعطيه خيره ويفك شره. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ناخذ فيه لفة يمين ويسار دركسون عشان لو كان في مشكلة في الدركسون او ما
حساس كان فيه مشكلة. ما شاء الله تبارك الله. طب نحطه على طريق الظعره. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله في الفك والتركيب ما صار في اي مشاكل ولا نسينا اي شيء عشان يصير في مشكلة. الحمد لله رب العالمين. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.